مساء الفل ومساء الجمال على كل مستمعينا ومستمعين الراديو 90-90 هواها مصري، وأول حلقة من مامز كافيه في 2018. كل سنة وإنتم طيبين يا رب، سنة سعيدة عليكم وعلينا. وهنكون معاكم شروق أبو خلف في مامز كافيه كل جمعة من 4 لـ 6. حب أعرفكم برنامجكم مامز كافيه هيناقش معاكم كل حاجة بتقابلوها في يومكم، ومش انتي بس ولا المامز بس، لأ تعالوا بقى كده يا أبهات واسمعونا عشان تعرفوا وتفهموا المامز بيعملوا ايه ومحتاجينكم ازاي. 190-90 ده رقم الاسم اس بتاعتنا، والفيسبوك بيج facebook.com/9090، وهستناكم اكيد تكلمونا على 21-81-08-66. واسيبكم دلوقتي مع اغنية تعالي نستخبى الانغام ونرجع تاني، استنونا. تعالي نستخبى في حضن بعض حبة، وما نغمض عينينا نلاقيكي بقيتي شابة. ده أنا أول يوم في عمري من أول ما اتولدتي، وعشان كده قلبي حاسس إنك أمي وبنتي. ده أنا أول يوم في عمري من أول ما اتولدتي، وعشان كده قلبي حاسس إنك أمي وبنتي. أهلا بيكم مرة تانية شروق أبو خلف وبرنامجنا مامز كافيه الراديو 90-90. في الفترة الأخيرة حصل تضارب كبير وحيرة في الآراء بخصوص تربية الأولاد وبالأخص أول طفل. بنفضل نسأل يا ترى كلام الدكتور صح ولا كلام أمي وجدتي وحماتي هو اللي صح؟ فاسأل طبيب ولا تسأل مجرب هنفهم ونتكلم في كل حاجة محتارين فيها. اسأل طبيب ولا تسأل مجرب هيعرفك إزاي تهتمي بنفسك وأولادك وصحتك كله في نفس الوقت. ولو هتكوني مامي جديدة هنساعدك في كل حيرتك من أول يوم وانت حامل، ولو مش مامي جديدة برضو هنساعدك ونتكلم مع بعض في كل حاجة تخص ولادنا وبناتنا، من أول ولادتهم وإحنا بنختار حضناتهم ومدارسهم، ونحل مشاكل الغيرة بين أولادنا ونعمل إيه حتى وهم في أخطر سن ومرحلة ليهم اللي هي سن المراهقة ومشاكلها. 190-90 ده رقم الاسم اس بتاعتنا، والفيسبوك بيج facebook.com/9090. هستناكم تكلمونا على 21-81-08-66. تعالوا نطلع فاصل نرجع لكم تاني، استنونا. هيقول لك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقول لك انت نجمة عالية في السماء، وانك لقلبه مركبة وانت الجزيرة، وان انت حلم عمره واول فرحته. هيقولك انت الاولى وكمان الاخيرة، هيقولك انت نجمة عالية في السماء، وانك لقلبه مركبة وانت الجزيرة، وان انت حلم عمره واول فرحته. ورجعنا لكم تاني في مامز كافيه ومعاكم شروق أبو خلف الراديو 90-90 هواها مصري. جات لنا أول مسج من ياسمين وبتسألنا وبتقول أنا مامي جديدة من شهر ومحتارة جدا ومش عارفة ينفع أشرب بنتي مية ولا لأ. بصي ياسمين، اسأل طبيب ولا اسأل مجرب بيقولك ما ينفعش تشربيها مية خالص قبل 4 أو 6 شهور، واللبن تقريبا كافي جدا ليها. بصوا بقى يا جماعة، تقريبا كده كلنا بنقع في نفس الحيرة دي وحاجات تانية أكتر من كده، لان ببساطه محدش قال لنا ولا عرفنا. وده يخليني بقى اعرفكم دلوقتي بفقرتنا التانية، وهي ما قالولناش. فما قالولناش هنتكلم عن كل حاجه اهالينا ما قالولناش عليها قبل اهم مرحله في حياتنا وهي الجواز. اولها انهم ما قالولناش ان الجواز ده مش بس اسمه ونصيب، وما قالولناش كمان ان الجواز ده مش مصحه نفسيه كده المفروض ندخلها علشان كل حاجه تبقى 100 فل و10. ما قالولناش اننا لازم نسمع اكتر ما نتكلم، وإن حل كتير من مشاكلنا هي الكلمة. ما قالولناش إن الطلاق مش فشل ومش نهاية الدنيا. لو رجعنا كده مع بعض حبة لورا هنعرف برضو إنهم ما قالولناش إن الخطوبة دي فترة كده لتشغيل مخنا مش قلوبنا بس، على الأقل عشان نعرف نقيم البني آدم اللي قدامنا. سابونا كده على عمانة زي ما بيقولوا. وأول ما بنتجوز وبنبدأ حياتنا بقينا نشوف الجواز ده زي الوردة المسمومة. بس لأ، تعالوا بقى نتكلم سوا ونعرف كل حاجة كان المفروض نعرفها ويقولولنا عليها، عشان نلاقي حل لحاجات كتير فاكرينها ملهاش حل. 190-90 ده رقم الاس ام اس بتاعتنا، والفيسبوك بيج facebook.com/9090.
طبعا كلمونا على 21 81 0866. تعالوا نطلع فاصل واسيبكم مع اغنيه تم النصيب لمروان خوري ونرجع تاني، استنونا. صورتي مرتي عن جد انا مش عم صدق حالي، نومي الهنا امي نامي نامي وحطي راسك عكتفي، بكرة صباحك خير وحب وهنا يا عيوني وعوافي، نومي الهنا الوقت جري معاكم بسرعة قوي. كنت معاكم شروق أبو خلف وبرنامجكم مامس كافيه الراديو 90 90. بعد دقايق هيكون معاكم زميلي أحمد عيسى، هو جاي بدري وشكله كده متحمس قوي وغالباً محضر لكم حاجة حلوة، استنوه. هشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي، هتوحشوني جداً. سلام. نوم الهنا